بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائنا مشاهدي قناه نسر التعليميه، نرحب بكم ونحييكم وحلقه جديده من برنامج مدرسه على الهواء لماده الفلسفه والمنطق. طبعا في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها، ومش هنقول بقى ظروف صعبه ولا كذا كذا، لا، ياما مر علينا وهيمر علينا، والحمد لله الوضع كويس، والوضع ان شاء الله هيكون افضل بالاحتياطات اللي احنا بناخدها، وربنا ان شاء الله يحفظ مصر وكل شعبها من اي شر ومن اي سوء. احنا النهارده طبعا سالنا او عملنا طبعا كده بعض التساؤلات على الجروب بتاع الفيسبوك، يا جماعه احنا يا اما نشرح الثالث منطق الجزء الاخير لان في بعض الطلبه بتطلبه، او نشرح الجزء الثاني من البيوطيقه لان في طلبه بتطلبه، خاصه فيما يخص التحري الوراثي، عواقب الاخلاقيه للتحري الوراثي ومعايير الاخلاق البيوطبيه. طب تعالى نبص معانا على الشاشه الجزء اللي احنا محضرينه من اول هنا. التحري الوراثي يطرح التحري الوراثي العديد من العواقب الأخلاقية، ده للمثالين. طبعا السؤال دايما يسأل في التمييز على الأسس الجينية أو التفرقة في المعاملة أو اليوجيني. لو أنا بصيت على الشاشة كده هنستعرض مع بعض كده إحنا الحلقة بتاعتنا ماشية إزاي. المفروض نتناول الجزء ده، التحري الوراثي. عندنا التحري الوراثي، تمام، هو بيطرح عديد من العواقب الأخلاقية، ده من أول هنا، ده الجزء اللي الطلبة يعني هي طلبته ومحتاجاه. الجزء الاولاني اللي هو خاص بتعريف البيوطيقة عن جاكلين روس والفلاسفه دور في البيوطيقة واخلاق العياده والبحث العلمي والقضايا اللي هي زي الانجاب الصناعي، ده الطلبه يعني كويس الى حد ما. البايوطيقة طبعا هنا ادي التمييز على الاسس الجينيه والتفرقه في المعامله واليوجينيا. الجزء الثاني معانا معايير الاخلاق الطبيه، معايير الاخلاق الطبيه هنا المنفعه، عدم الحاق الاذى، احترام الاستقلاليه الفرديه، المساواه والعدل. عندنا بعد كده دي الخطه بتاعتنا، عناصر الموافقه المستنيره اللي هي الافصاح والفهم، الاهليه والطوعيه، والاخيره الموافقه معانا. طبعا نشرح لك يعني ايه افصاح ويعني ايه فهمه بالتفصيل، بس في ظل اللي احنا عايشينه ده كله ما ينفعش ان احنا نكون منفصلين عن الواقع من غير ما نتكلم عن كورونا فيروس. مش هنتكلم بقى عن الاحتياطات الصحيه والامنيه، مش بتاعتنا احنا كمدرس فلسفه، دي مش بتاعتي احنا. من جزء التربيه نقول لك والله طبعا يعني خد احتياطاتك واعمل كذا وكذا وكذا وكذا. انا كفلسفه محتاج اقول لك النهارده ان البعض اللي خد منهج الفلسفه للتحفيظ ونرقص ونغني عليه، وللاسف يعني البعض اتخذ منهج الفلسفه، او البعض الملقنين او المحفظين، ما شفناش ماده حد مثلا بعض الملقنين المحفظين في السناتر لما وقعوا تم وقف السناتر ظهرت القيمه الحقيقيه لهؤلاء. البعض منهم لما طلع يشرح للطلبه، بيشرح للطلبه النهارده على اليوتيوب المصريين القدماء وعلي بن رضوان وابن خلدون، ومحدش فيهم ابدا ربط موضوع علي بن رضوان وابن خلدون اللي فلسفه البيع عندك بكورونا فيروس. ده انت اكتر واحد كطالب كنت تيجي تسالني هو المنهج ده علاقته ايه بالواقع؟ هنوري لك ايه علاقته بالواقع من خلال كورونا فيروس. عندنا اثنين، علي بن رضوان وابن خلدون، لدرجه ان البعض من هؤلاء اللي هم يعني الاسماء دي اللي معموله في السناتر لما يطلع يشرح اليوتيوب ما عرفش يشرح. حصلت مشاكل ويقول لك اصل انا ماليش دعوه بالتكنولوجيا، او قالت ماليش دعوه بالتكنولوجيا، ما اعرفش في التكنولوجيا. ما تعرفش في التكنولوجيا؟ حضرتك ما تعرفيش في التكنولوجيا تركن، تطلعيش بقى على اليوتيوب وتشرحي وكذا وكذا وتستعرضي معلوماتك اللي هي الضعيفة. فكانت كانت ولا زالت وستظل هذه القناة مصر التعليمية الحمد لله يعني هي خير لجميع طلبة لطلبة الثانوية العامة. في كل مشكلة وكل موقف من أول 25 يناير والانفلات الأمني، وبعد كده مشكلة اللي حصل في 30 يونيو، وكانت المشاكل اللي بتحصل في البلد كانت الدنيا كلها بتبقى فيها مشاكل، وفي عز ده القناة دي شغالة. لأن الخير اللي بربنا سبحانه وتعالى، لما يكون في خير في مكان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحفظه. فكان الرساله من هذه القناه. تعالى بقى نخش موضوع كورونا، ايه اللي جابه الفلسفه؟ بص يا سيدي، مش ده كورونا فيروس؟ اه. تعالى كده، فاكر الراجل ده؟ مين ده؟ مش ده علي بن رضوان اللي انت درسته؟ اه هو علي بن رضوان. ايه اللي جاب علي بن رضوان لكورونا؟ مش النهارده علي بن رضوان ربط بين البيئه والامراض اللي بتنتشر في مصر؟ اربط بقى، تعالى هات لي كده خروطه الخريطه بتاعت كورونا كده اللي موجوده في العالم. بص معدل الاصابات في اوروبا وفي امريكا ومعدل الاصابات في مصر وافريقيا. لا، معدل الاصابات في اوروبا وفي امريكا عالي جدا. معدل الاصابات في مصر وافريقيا منخفض بالمقارنه. ليه؟
الراجل ده علي بن رضوان هو قال لك البيئه ليها علاقه بالامراض اللي بتنتشر في مصر، بس احنا ناخدها بالشكل الكلي. مرض كورونا فيروس بينشط مع الجو البارد، عشان كده تلاقي في اوروبا وفي امريكا الموضوع صعب جدا، وتلاقي المعدل الاصابات والوفيات عالي جدا، والحمد لله معدل الاصابات والوفيات عندنا في مصر وفي افريقيا يكاد لا يذكر بالمقارنه يعني. طب خد واحد كمان، احنا النهارده عندك ده مين ده؟ مش ده ابن خلدون؟ اه دخل معانا على الخط. مش ابن خلدون قال لك ان الهواء ليه اثر في اخلاق البشر؟ اه حار وبارد تمام. بص بقى موضوع كورونا ده، تعال شوف عندهم في اوروبا، قال لك هنا اوروبا بيئات بارده، عندهم خوف من العواقب، ده اللي موجود عندك في المنهج، خوف من العواقب ويدخرون اقواتهم. شوف موضوع كورونا بالنسبه لهم عامل فزع شديد، خوف شديد جدا. طب احنا عندنا واخدين الموضوع برضو اه يعني عندنا احتياطاتنا ومش بنستهين بالموضوع، بس برضو الدنيا عندنا وبناخدها بهزار وننزل نكت على الفيس وعلى الواتساب على موضوع الحظر والكلام ده وعادي واخدينها بهزار وضحك. يبقى هنا ابن خلدون لما جه قال لك ان الهواء ليه اثر في اخلاق البشر، حار وبارد، حار قال لك سودان ومصر، سودان خفه وسرور، واحنا مصر خفه وسرور وفرح، واحنا عندنا فرح، ولا يدخلون اقواتهم حتى في ظل الازمه بتاعت كورونا دي، واخدينها بالضحك والهزار وعمالين نتريق واخدين احتياطاتنا. عكس الاقاليم البارده، بصوا في اوروبا خرج رئيس الوزراء البريطاني يقول لهم ايه؟ ودعوا احبابكم. عندهم حزن وخوف من العواقب وعندهم رعب شديد جدا. دخل ابن سينا معانا في الخط. ايه اللي جاب ابن سينا؟ ابن سينا اول من اول الناس اللي تكلموا عن هذا الموضوع. قال لك ان في فيروسات لا ترى بالعين المجرده. شوف بقى منهج الفلسفه اللي كان البعض بيقول لك هو المناهج ليها ايه علاقتها بالواقع. في موضوع كورونا فيروس هات لي الاولاني الراجل ده علي بن رضوان. ربط بين البيئه والامراض اللي بتنتشر في مصر. شوف موضوع المرض بتاع كورونا في اوروبا ومعدل انتشاره ومعدل انتشاره في اوروبا في مصر وافريقيا مقارنه. ادي علماء العرب اللي علموا العالم اجمع. ادي ابن خلدون اللي يفسر لك ليه في اوروبا خايفين قوي من موضوع كورونا وفي رعب لدرجه رئيس الوزراء البريطاني يقول لك ودعوا احبابكم. وفي مصر عندنا لا، خرجت الحكومه يا جماعه الوضع صعب وناخد بالنا ومش عارف ايه، حتى الرئيس خرج قال يا جماعه انا قلت الحكومه ما تخوفونش الناس قوي، يعني ما عندناش الخوف والفزع بتاع اوروبا برغم خطوره الوضع. فهنا ده كلام ابن خلدون، الهواء حر او بارد ليه اثر في اخلاق البشر. احنا عندنا خفه وسرور واخدين الموضوع بتريقه وهزار واخدين احتياطاتنا، عندهم رعب شديد جدا في اوروبا. جاب ابن سينا بقى قبل الناس دي برضو اتكلم عن موضوع مهم جدا. حتى الموضوع ده كان في فيديو في فيلم معمول، فيلم اجنبي عن ابن سينا، فكان بيكلم واحد صديقه بيقول له ان الفيروسات منها ما لا يرى بالعين المجرده، وهذه الفيروسات تلتصق بالملابس وبالشخص فتتكاثر. وكأن ابن سينا بيتكلم عن فيروس كورونا يلتصق بالجسم ويتكاثر، وقال له ان هذه الاجسام تلتصق بالشخص الذي يخاف. لو انت خايف الفيروس هيلتصق بك فيك، لو انت لا تخاف او لم تخاف من هذا المرض لا يلتصق بك. مش معنى كده، ده برضو يفسرنا جزء من انتشار كورونا. نخش بقى على الجزء النهارده بتاعنا بتاع البيوتيكا. ادي الفلسفه اللي البعض كان بيقول لك هي بتفيدنا ايه في حياتنا، لا فادتنا في حياتنا. وادي الفلسفه المعاصره اللي جت النهارده مشكله زي فيروس كورونا فسرتها لك من خلال علي بن رضوان وابن خلدون. طب احنا النهارده اخلاق البيوتيكا هي ظهرت نتيجه، انت البيوتيكا دي ظهرت ليه؟ قال لك ظهرت في مشكلات ظهرت نتيجه او نتيجه عن التقدم العلمي والتكنولوجي. هذه المشكلات، طب نبص على الشاشه كده، ادي اهو. شوف هل كان يتخيل احد في اوروبا ادي ان المشهد ده في وضح النهار خاليه؟ ليه؟ كلام ابن خلدون، الهواء ليه اثر في اخلاق البشر، عندهم حزن وخوف من العواقب. طيب البيوتيكا بقى، خش على الجزء بتاع الفلسفه بتاعنا. قلنا نتيجه التقدم العلمي والتكنولوجي في الطب والبيولوجي ظهرت قضايا اخلاقيه تثير الجدل الفلسفي والقانوني. زي ايه؟ زي مثلا زي نقل الاعضاء. الطب زمان ما كانش عنده القدره ينقل الاعضاء بنفس القدره بتاعت النهارده. ده الطب النهارده عنده قدره ينقل الاعضاء من واحد ميت لواحد حي، فبالتالي حصل جدل فلسفي. طب ازاي؟ خير ولا شر؟ وقانوني. طب القانون مش بينظم الحاجات دي؟ وديني. طب ده حرام ولا حلال؟ الطب زمان ما كانش عنده القدره ينقل العضو من واحد ميت لواحد حي، بس ما تقدم الطب والتكنولوجيا في الطب
ظهرت هذه القضايا الفلسفية والأخلاقية. موضوع كورونا بقى هيهدم أو هيعيد النظر البيوطيقة. إذا كانت البيوطيقة ظهرت نتيجة المشكلات النتيجة عن تقدم العلم والتكنولوجي انهارت، البيوطيقة كانت حتى لي أخلاق، معايير الأخلاق الطبية اللي هي المنفعة وعدم الحق الأذى. لا، أنت النهاردة الوضع اختلف مع موضوع كورونا فيروس، المنفعة ما بقدرش أعملها كل مريض، عدم الحق الأذى بتلاقي لا، في بعض انت عندك عدد معين من اجهزه التنفس الصناعي وعندك مرضى كتير جدا. طب عندي ناس كبيره تمام وعندي شباب او سن متوسط، لدرجه ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب اوقف توزيع 10,000 جهاز تنفس صناعي. لما موضوع كورونا انتشر قوي في امريكا، الراجل كان عنده 10,000 جهاز تنفس صناعي كان هيوزعهم، اوقفهم، قال لك لا، لان الموضوع منتشر فانا هختار هنوزع على مين، من الاولى بالحياه. طب كان فين بقى المنفعه اللي انت بتقول لي عليها في البيوطيقه؟ فين عدم الحق الاذى؟ انهارت اخلاق البيوطيقه وانهارت اخلاق الطب وبقت اخلاق الاسلام والمسلمين. خمس اطباء في بريطانيا، الخمسه دول اربعه وفي واحد كمان استشهد. خمسه في بريطانيا في مستشفيات بريطانيا توفوا اثناء مقاومتهم ومعالجتهم للمرضى البريطانيين. عشان كده بتبقى اي اخلاق بتزول ويبقى وتبقى اخلاق الاسلام. خمس اطباء دول اربعه في غيرهم، عبد المعبود شودري. عبد المعبود شودري ده الاخير، لسه توفى من يومه ايام، ارسل رساله لرئيس الوزراء البريطاني قال له ان احنا بنعاني من نقص في المعدات الطبيه من الوقايه من فيروس كورونا، فالحقنا بحاجه. عبد المعبود شودري ده توفى. اذا الموضوع بتاع كورونا ده هيعيد خلي بالك، هيعيد النظر مش لخريطه العالم، ده جزء الاخلاق البيوطيقه. فين المنفعه اللي انت بتتكلمني عليها؟ فين المنفعه اللي انت، فين عدم الحق الاذى؟ ده انت النهارده الرئيس الامريكي اوقف توزيع 10,000 جهاز تنفس صناعي علشان قال لك انا هختار بقى مين اللي يعيش ومين اللي يموت. ده راجل كبير عنده ضغط وعنده سكر 70 سنه، ده صعب ان هو يعيش، وعندنا واحد تاني عنده 50 سنه ما عندوش ضغط وسكر عنده كورونا، هدي الجهاز لمين؟ مش دي معايير الاخلاق الطبيه لعدم الحق الاذى؟ خلي بالك انهارت جميع الاخلاق منها اخلاق المعايير الطبيه وبقت اخلاق الاسلام والمسلمين. مصر بلد الازهر طلعت طياره بتحمل مساعدات للصين وطياره لايطاليا كمساعده رمزيه. ادي هذا هو الاسلام والمسلمين الذي علم العالم. علماء المسلمين قبل موضوع كورونا يجي ابن رضوان يربط بين الامراض والبيئه. يجي ابن خلدون يقول لك بص خلي بالك الهواء ليه اثر في اخلاق البشر، حار او بارد، في البارد عندهم حزن وخوف من العواقب، شوف رعبهم من كورونا، اما الحار عندهم فرح وسرور. هناخد بقى الجزء بتاع الجينوم. الجينوم اللي هو الدي ان ايه بيخليني اعرف الانسان اكتر. ليه؟ اي واحد الخريطه الوراثيه دي، كل واحد فينا شاف صوره الست دي، هي مكونه من جينات. الجينات دي اللي بتحدد لون العين. كل تفصيله في جسمك، كل صفه في جسمك ليه جينات. لون العين لها جينات، لو كذا كذا تطلع العين زرقاء، لو كذا كذا تطلع العين سوداء، لو كذا كذا تطلع العين بني. فالجينوم ده بقى بيحدد معرفه بالامراض التي تحصل للانسان والجينات. طب تمام، هترتب على الجينوم. انا النهارده جبتك انت، تعال انت كده وتعال انت كده وتعال وتعال، الناس دي كلها كده، هعمل لها تحليل جيني دي ان ايه، فبالتالي هقدر اعرف الامراض اللي ممكن تجيلك انت او هي. فده تنبؤ وراثي. التنبؤ وراثي لو ان الشخص علم مستقبله الصحي سلفا، يعني عرف الامراض اللي هتجيله، يا نهار ابيض انا بقى عندي جينات مرض كذا، يعني ممكن يجيلي مرض كذا، هتضطرب حياته. تعرض المعلومات الوراثية واستغلالها من خلال شركات التأمين والتشغيل، هتتخلى عن الناس دي. عندي واحد والله عملت تحليل جيني، معامل التشغيل او مكاتب التشغيل وشركات التأمين تعمل هاكر قرصنة على معامل التحليل الجيني، بتاخد كل البنات اللي عندها. واحد جاي عايز يشتغل، احنا بقى معانا البنات بتاعت كل المواطنين الجيني، تيك تيك، لا ده عنده خلل في الجينات، لا اركن يا عم، لا والله انا اعتذر ان انت تشتغل، يعني مش نقدر نوفرك الوظيفه. راح الشخص ده شركه تامين عايز يامن على حياته، هوب تمام حضرتك بس ناخد بياناتك وكل وهنكلمك.
يخش ياخدوا بياناته ويخشوا على المعامل التحليل الجيني، يلاقوا الراجل ده عنده مرض جيني ممكن يجي له يستبعدوه. يبقى التنبؤ الوراثي يبقى الجينوم يخليني اعرف الصفات الجسميه والامراض الوراثيه، وبالتالي اول حاجه التنبؤ الوراثي. تخيل اي واحد فينا كده، هل واحد فينا، اي واحد فينا ليه شيء في نفسه؟ هل واحد فينا، مش اي واحد فينا يعني، ممكن يجي له اي مرض؟ فتخيل انت مثلا اي واحد عرف المرض اللي ممكن يجي له، خلي بالك طالما عندك المشكله الجين، مشكله في الجين ده، يبقى احتمال كبير يجي لك المرض وممكن ما يجيلكش. بس القصه ان انت بس تعتقد ان ممكن يجي لك المرض ده، هتضطرب حياته والقرصنه على المعلومات الوراثيه من خلال شركات التامين والتشغيل. الشخص ده مراته حامل وعرف ان عنده مرض معين، فيجي يقول لها على فكره اضطربت حياته لانه عارف بمرض خطير سوف يصاب به. اجهاض الاجنه المتوقع اصابتهم بامراض خطيره او عيوب خلقيه. رقم 3، نقدر نوفر مخزون احتياطي من الاعضاء يفيد في علاج. طالما هوفر مخزون احتياطي، اي حاجه احتياطي عندك بتفيد. توفير مخزون احتياطي منين؟ من الاعضاء والانسجه، يفيد في علاج العقم والامراض الوراثيه. طبعا شرحنا التنبؤ الوراثي، وادي اجهاض الاجنه، وادي توفير مخزون احتياطي، تمام. نيجي بعد كده وجهه نظر الدكتور احمد زويل. الدكتور احمد زويل قال لك اقف بقى عندك، اقف عندك، الجينوم لا يحدد الصفات الجسميه والامراض الوراثيه. اوعى تفتكر ان الجينوم بيحدد لون عينك ولون شعرك وطولك ولون بشرتك، لا، ولا الامراض اللي ممكن تجيلك زي السكر. مرض السكر يا جماعه هو عباره عن شذوذ جيني، في جين بيفرز الانسولين في الجسم، فالجين بتاع الانسولين ده لما تكون في مشكله مش بيفرز الانسولين. عشان كده تلاقي مرضى السكر، ربنا يا رب يشفيهم يا رب جميعا يا رب، في بعض منهم بياخد انسولين يعوض نقص الانسولين في الجسم. الدكتور احمد زويل قال لك اوعى تفتكر بقى ان الجينوم بيحدد صفات الجسميه الوراثيه، لا، ده كمان بيساعد بيحدد صفات الاجتماعيه. الله الله الله، يعني ايه الصفات الاجتماعيه؟ زي الذكاء وطريقه تفكير الشخص، بيحدد كمان الضمير. يعني انت عندك ضمير مش جينات، انت راجل صادق بجيناتك، انت راجل امين بجيناتك، لا لا لا، على فكره كلامك مش صح. ده انا اعرف اتنين اخوات كده اهو، اتنين اخوات نفس الام والاب والتربيه، واحد فيهم ولد ملتزم وعنده صدق وامانه، والتاني كذب الدنيا كله فيه. ازاي الصفه الاجتماعيه هنا طالما هي جينات جات لده؟ نقول لك لا، ما هو الدكتور احمد زويل يقول لك ان الجينوم يعطي الاستعداد للصفه الاجتماعيه والاخلاقيه، والبيئه ليها دور في هذا الاستعداد. يعني الولد التاني ده، الاثنين اخوات نفس الام ونفس الاب، خدوا الجينات الاخلاقيه والاجتماعيه زي الصدق والامانه. واحد فيهم كانت البيئه مجموعه من الاصحاب بتوعه الاصدقاء كذابين، فبالتالي البيئه هنا ليها دور، فما ظهرش عنده الصدق ولا ظهرت عنده الامانه. يبقى السؤال في احمد زويل بيجي بشكل واضح، يرى احمد زويل ان مسؤوليه الجينوم تقتصر على تحديد الصفات الجسميه والوراثيه؟ خطا، لا تحدد لا الصفات الجسميه والوراثيه بل الصفات ليه؟ ما انت عندك صفات ايه تاني غير جسميه؟ عندك صفات تاني ايه غير اجتماعيه؟ بل صفات اجتماعيه وطريقه تفكير الشخص. الجينوم يعطي الاستعداد للصفه والبيئه ليها دور في هذا الاستعداد. خدنا الاستنساخ، قلنا هنا الاستنساخ ان احنا النهارده بنجيب من الكائن من بويضه، والبويضه دي بتحكم بخليه من نفس الكائن، وبالتالي هنقول ان الاستنساخ بيترتب عليه مشكلات. اول حاجه طبعا الاستنساخ ده جزء سهل جدا بالنسبه لكم، فهنمر عليه مره سريعه يعني، وفي نفس الوقت احنا هنتلقى كل استفساراتكم واسئلتكم على رقم تليفون اللي موجود على الشاشه. اي حد عنده اي استفسار في الفلسفه وفي المنطق، احنا يعني يسعدنا ان احنا نجيب على هذه الاستفسارات والاسئله. طبعا في اخر الحلقه هنوضح ونعيد ايه الجزء اللي اتلغى في الفلسفه وفي المنطق، لان في بعض الطلبه برضو يعني ايه بياكدوا علينا وعايزين يسالوا عليه. هنا طبعا الاستنساخ، معاناه الاشخاص المستنسخين من الشيخوخه المبكره مثل النعجه دولي، الحرمان من عائله حقيقيه. المستنسخ ده شخص، يعني انت من الشخص خدنا منه نسخه، فليه لي ام ولا اب ولا خال ولا عم ولا خالص، مفيش الكلام ده. الحرمان من عائله حقيقيه، هويه مميزه، ما هي العائله هي الهويه. ساعات تقول انا من عائله فلان، دي الهويه المميزه، وبالتالي الحرمان من العلاقه مع الاقارب. يبقى الحرمان من عائله حقيقيه،
شرقية وهوية مميزة من عيلة فلان، وضيع العلاقة من الأقارب، مفيش عيلة مش هيبقى فيه أقارب. هنفقد مفاهيم إنسانية زي مفهوم الأمومة والأبوة، لا في ماما ولا في بابا، انت نسخة من نسخة، راسك براسي، فكرك فكري. الحرمان من قلنا مفاهيم إنسانية زي الأمومة، زي الزبوة، زي الأبوة والزواج والميراث. تحويل الإنسان لكائن مصنوع يفقد خصائصه الإنسانية بالتدريج. أنا طلعت نسخة ومن نسخة هجيب نسخة تانية ومن نسخة التالتة رابعة وهكذا. ممكن مع النسخة العاشرة فجأة ألاقي قدامي وحش مش إنسان، لأن مع كل نسخة يفقد الإنسان خصائصه الإنسانية بالتدريج. مش هقدر بقى أرجع وأرجع النسخة الأولى إلى ما كانت عليه. طبعا هنا الفقر البيولوجي يعني نتيجة فصل الإنجاب عن الجنس. إحنا النهاردة مع موضوع كورونا ده أكبر عدد من الناس بيموت ما عندناش مشكلة فيه. ليه؟ لأن فيه عدد كتير جدا من البشر. إنما لو استنساخ مع كل واحد ليه نسخة واحدة، فبالتالي هنلاقي في مشكلة عندنا. معانا اتصال؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة أزيك يا أستاذ محمد، معاك مين؟ أنا معايا رانيا من كفر الشيخ. مين؟ رانيا من كفر الشيخ. ازيك يا رانيا، عاملة إيه؟ الحمد لله. أخبار كورونا إيه عندكم في كفر الشيخ؟ لا بخير الحمد لله. السمك عندكم سمك كويس هناك في كفر الشيخ؟ الحمد لله. يا رب دايماً. قول يا رانيا سؤالك إيه؟ باين صحة أو خطأ العبارة السرية مع التعليق. البيوتيكا فرع من فروع مبحث الأبستومولوجيا. بص يا رانيا السؤال ده يعني ضعيف جدا، ماشي؟ ضعيف. ولا بص يا بنتي انا بقول لك اهو على عهدتي، ولا عمره ورد في الثانويه العامه ولا يجي في الثانويه العامه. في بعض الاسئله الاساتذه بيعمل ايه علشان بس مدرب الطلبه فاهمه، وراح جايب لك ايه الفلسفه، هي البيوتيكا احد فروع الاخلاق التطبيقية. بس ايه اللي جاب بقى الابستمولوجيا وكده؟ هي موجوده عندك الاكسيولوجيا. شفتي دانيال كلهان وهانز يونس؟ ايوه. مع دانيال كلهان وهانز يونس، مع دانيال كلهان وهانز يونس في جزء معانا، في جزء معانا مع دانيال كلهان وهانز يونس. الجزء دوت اول ما بيجي قبل فوق دانيال يقول لك ان البايوتيكا تجديد المبحث الاكسيو يا بنتي ده مش سؤال اصلا. بصي يا رانيا عايزه تحلوا كل طلبه الثانويه العامه، خاصه الطلبه الشاطره اللي هم بيحلوا امتحان ثانويه عامه واثنين وثلاثه، بعدين بقى عايز ادور انت شاطره، اسئله الثانويه العامه للطالب المذاكر بتكون واضحه تمام. انما حته بقى الاسئله الغريبه دي نبعد عنها تماما. ايه عندك اسئله ثانيه؟ ايوه. طب الفكر البيوتيكي يدعم قيم الديمقراطيه، ده يدلل على ذلك. السؤال ما بيجيش كده يا رانيا، بيجي السؤال يجي لك ازاي؟ السنه اللي فاتت جه السؤال ده تمام؟ الطابع العلمي للبيوتيكي. لا الطابع الفلسفي للفلسفي للبيوتيكي. حلل الطابع الفلسفي للفكر البيوتيكي. ثانيه يا رانيا؟ لا ايوه ماشي شكرا. العفو ربنا يوفقك ان شاء الله. ممكن رقم حضرتك يا استاذ محمد؟ ماشي معاكي الكنترول ان شاء الله تمام؟ ماشي. يلا ربنا يوفقك، عايزين ان شاء الله السنه الجايه تتصلي في الوقت ده وتقولي انك قفلتي. باذن الله. معانا ناس كتير جدا ما بياخدوش دروس، بيعتمدوا على الحلقات وان شاء الله الحمد لله بيقفلوا. شكرا ربنا يوفقك. العفو ربنا يكرمك. طيب خدنا اثار الاستنساخ، نخش بقى على الجزء الثاني، وجهه نظر الدكتور مصطفى محمود. الدكتور مصطفى محمود رفض الاستنساخ، رفض الاستنساخ. قال ان ثوره علميه ولكنه ثوره عبثيه. ليه ثوره عبثيه؟ قال لك ده كارثه. الاستنساخ ده كارثه بيقضي على التنوع. يعني ايه؟ سيبك بقى من الشاشه، تعالى كده ركز معايا. انت النهارده بتحب ايه مثلا من البرتقال؟ في البرتقال ابو سره اللي احنا عارفينه ده كلنا بناكله؟ في برتقال سكري تلاقيه كله مسكر كده؟ في برتقال بلدي اللي هو الحادي؟ انا يا عم ما باكلش البرتقال الحادي ده. وما بتذكرش البرتقال السكري، بحب اللي هو البرتقال اللي هو بتاعنا ده ابو سره ده. تخيل بقى لو البرتقال كله نوع واحد اللي هو السكري ده. امي ربنا يحفظها يا رب ويخليها كده بتاكله طبعا وتحبه. طيب ومراتي طبعا يعني. فالبرتقال السكري دوت هو لو هو نوع واحد انا مش هاكله. كذلك بقى الاستنساخ، كلنا هنبقى نسخه واحده. نسخه واحده، نفس الشكل، نفس التفكير، ننزل في وقت واحد، نلبس نفس اللبس. انما حكمه الخالق في الخلق جعلت التكاثر عن طريق الانجاب علشان يكون في تنوع في الاشكال والافكار. انت واخواتك نفس الام ونفس الاب، اشكال مختلفه، افكار مختلفه. تخيل بقى الاستنساخ لا كان هيقضي على هذا التنوع. ناخد بعد كده الاثار. طب معانا تليفون من اسوان. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. مين معانا؟ اكرام. منين يا اكرام؟ من اسوان. اجدع ناس على فكره اسوان دي، ناس نقيه جدا. من اسوان. ايه؟ عليكم السلام. ايوه ايوه يا اكرام. ممكن يا اكرام تكتمي صوت التلفزيون؟ ماشي. انا عايز اعرف المحذوف من المنهج. طب كتمت صوت التلفزيون يا اكرام؟ اه. طب عايز ايه يا اكرام؟ عايز اعرف المحذوف من المنهج. الباب الرابع فلسفه كله، والباب الرابع منطق كله يا اكرام. ماشي. عندك اسئله يا اكرام؟ شكرا يا مستر. الناس يا اكرام الصعايده دول ناس عمليين، ناس جد. داخل كده ايه المحذوف من المنهج على طول، يلا عندك اسئله؟ لا. ربنا يوفقك كده ان شاء الله يا اكرام. ان شاء الله. بتقفلي يا اكرام ان شاء الله. ان شاء الله. طب ممكن نسالك احنا سؤال؟ ماشي. ايه السؤال؟ جاوبي لي السؤال اللي على الشاشه ده يا اكرام. ماشي. طب فين السؤال؟ اهو السؤال هيظهر لك دلوقتي على الشاشه. مش انت في اسوان؟ اه. عقبال ما السؤال يوصل بياخد وقت. قولي. ها؟ حلل الاثار المترتبه على الجينوم البشري. فك اسرار الوراثه البشريه. اه. و بص التنبؤ الوراثي وجهاض الاجنه وتوفير مخزون احتياطي من الاعضاء. ايوه فك اللي هي دي. ماشي؟ يلا ربنا يوفقك ان شاء الله يا اكرام. يلا نشوفك على خير. طب معانا طبعا ادي بقى السؤال هنا بيجي في الجينوم، دايما يجي كده حل الاثار المترتبه على الجينوم. قلنا ادي شرحناها طبعا، مش هنكررها تاني. اه نقف هنا بقى عند الحته اللي عند طلبه كتير جدا فيها مشكله. التحري الوراثي. التحري الوراثي ارجع ارجع. ايوه اقف بقى هنا يا معلم. التنبؤ الوراثي. الجينوم ده بيجيب مشكلات. مش الجينوم ده اهو الجينات اهي بتاع كل واحد اهي بيحدد صفات الجسميه والامراض الوراثيه. اه تعالى انت بقى، انا هجيب بقى الناس دي كلها. فاكرين حمله فيروس سي اللي الحكومه عملتها؟ اه كانت حمله جميله والله. الحمله دي كانت بتعمل ايه؟ بتجيب كل الناس المواطنين وتعمل لهم تحليل اذا كان عنده فيروس سي او ما عندوش فيروس سي. ربنا يا رب يا رب يعني يشفي كل مريض بيه يا رب، يحفظنا من كل الامراض. فبالتالي انا النهارده بقى سيبك من الشاشه، تعالى لي بقى كده. انا النهارده هعمل تحري وراثي. ايه تحري وراثي ده؟ انا يا باشا اعرف ان التحريات دي بتعملها المباحث. يقول لك المباحث بتعمل تحريات اسمها تحريات امنيه، انما ايه التحري الوراثي ده؟ هجيب الشعب ده كله واعمل له تحليل جيني، تحليل دي ان ايه. طب هتلاقي ايه؟ سيبك من الشاشه بقى، هل هتلاقي الناس كلها سليمه؟ ولا في ناس سليمه وناس غير سليمه؟ تمام. في ناس سليمه جينيا وفي ناس غير سليمه جينيا، عندها شذوذ جيني. يعني ايه شذوذ جيني؟ يعني مشكله في الجينات زي مرض السكر. هو مرض السكر ده عباره عن ايه؟ مرض السكر ده عباره عن شذوذ جيني، الجين اللي بيفرز الانسولين في مشكله، فمش بيفرز الانسولين بالشكل المطلوب، فبنعوضه ان المريض ياخد حقن انسولين. يبقى النهارده تحري وراثي، همسك الناس دي كلها هعمل لها تحليل جيني، هلاقي ناس سليمه جينيا وناس غير سليمه جينيا. الناس بقى الغير سليمه جينيا عندها شذوذ جيني، يوم برغم لم يظهر في صوره مرض، لسه ما اثرش عليه او خلل وظيفي، ده تمام 100% صحته تمام، هيمنع عنهم التامين على الحياه، التامين الصحي والتعليم. همنع عنهم اتنين تامين، تامين على الحياه. يا عم ده انت عندك شذوذ جيني، ممكن في اي لحظه يجي لك المرض وتقع مني. لا لا لا، انا هامن على السليم. همنع عنه التامين الصحي، وانا هامن عليك صحيا واديك دعم من الدوله تعالج بلاش، وانت عندك شذوذ جيني؟ لا اركن. همنع عنه التعليم. السلام عليكم. الو؟ سلام. الو؟ سلام. مين معانا؟ شوية من اسكندرية. اتفضلي. كنت عايز اقول لك الاستنساخ ده مش داخل دماغي، مش حاسس ان انا فاهماه كده خالص. عايز ايه؟ ايوه واتفضلي تاني معلش. الاستنساخ يعني دايما بقى يعني افهمه كده ما بيخشش دماغي، مش عارفه ليه. ما بيخشش دماغك؟ اه. طب انت سمعتيني؟ سمعت الشرح ولا لسه؟ ممكن تكتمي الصوت بس؟ ممكن تكتمي الصوت؟ مكتوم حضرتك خلاص. معلش وخليكي معايا في علم ده اشرحه لك بسرعه. ماشي. طب انت سمعتيه ولا ما سمعتوش لسه؟ سمعت حضرتك سائله من شويه، بس انا مش يعني زي ما اعرفش هي هيعمل ايه مع الخليه، مش داخل دماغي خالص. بص بقى مش عارفه احفظها يعني. واحده واحده. طيب خلينا مع بعض في دقايق ماشي؟ في اقل من ثلاث دقايق. انا شرحته سريعا كده، قلنا يا جماعه عشان ايه، هو سهل للطلبه. بص يا ستي،
دلوقتي انت عارفه يعني ايه استنساخ؟ عارفه؟ بصي، علشان يحصل يجي طفل لازم راجل وايه؟ امرأة وست. حلو، راجل وست. انت عايز الراجل ليه؟ عشان اخد منه حيوان منوي، تمام؟ خدت الحيوان المنوي، اركن الراجل ده، مش عايزينه، ملوش لازمه. الحيوان المنوي بيخش جوه البويضه بتاعت الست، يحصل حمل، يجي بيبي، تمام؟ الاستنساخ بقى لا، الست بتحمل منها فيها، يعني ايه؟ يعني من غير راجل، ازاي؟ اكتشفوا، ده مش مقرر عليكي بس هيفهمك الجزء ده. اكتشفوا العلم ان الخلايا الحيه بتعمل نفس عمل الحيوان المنوي. يعني لو خدت خليه حيه من واحده، عارف يعني ايه خليه؟ يعني لو نقطه من دمك خليه، تمام؟ نقطة من دمك فيها ملايين الخلايا. خدت خلية من واحدة، حطيت الخلية جوه البويضة بتاعتها، هتحصل إيه؟ هتحمل ونجيب نسخة منها بالظبط. فهمت دي؟ ولا ما فهمتهاش؟ ما فهمتها. حلو، يعني واحدة أهي بنت عذراء، هناخد منها خلية. من الخلية بتاعتها دي، الخلية، خلي بالك شرط الاستنساخ، الخلية تكون من نفس البويضة بتاعت الكائن. هناخد الخلية نحطها جوه البويضة بتاعت مين؟ بتاعتها. هيحصل ايه؟ هتجيب نسخة، هتحمل وتجيب منها طفلة نسخة طبق الاصل. خلي بالك بقى، في مشكلة هنا. البنت اللي هتتولد دي، تمام؟ هتكبر عمر يوم زي عمر يوم، وسنة زي عمر سنة. بس الخلية اللي انا خدتها من الواحدة دي، الست كان عندها مثلا 20 سنة، الخلية عمرها كام سنة؟ 20، تمام؟ البنت اللي هتتولد في سن سنة هيبقى عندها صفات 21 سنة، في سن 10 سنين هيبقى عندها صفات 30 سنه، يا هيجي لها شيخوخه ايه؟ مبكره. تمام، فهمتيها دي ولا اقول تاني؟ لا فهمتها. تعالي بقى، النسخه دي هي البنت دي خلفت منها فيها ولا معاها حد؟ لا فيها. حلو، طب انت بقى الواحده بالطبيعيه لما بتتجوز وتخلف، اهل جوزها كلهم، اهل جوزها مش بيبقوا مثلا عمام العيال وعمات العيال والكلام ده؟ دي خلفت منها فيها، لا في خاله ولا في عمه ولا في جدته ولا في سته. الحرمان من عائله حقيقيه وهويه مميزه. هل في اقارب؟ لا مفيش. بيع العلاقه مع الاقارب. النقطه الثانيه فاهمها؟ ايوه. ناخد النقطه الثالثه؟ حلو، انا قلت الانسان هنا الكائن مصنوع ولا لا؟ مصنوع. صح، ما انا خدت البنت اهي العذراء، خدت منها خليه جواها، انما ده بالتالي تحويل الانسان لكائن مصنوع. من نسخة هطلع نسخة هطلع نسخة، ممكن الإنسان بعد عشر نسخة العشرة ما ليش إنسان، ألاقي وحش. مفهومة النقطة دي؟ أيوة. ناخد النقطة الرابعة؟ ماشي. الفقر البيولوجي، كل واحد منا هيبقى ليه كام نسخة؟ نسخة واحدة. فقر بيولوجي يعني من عدد الناس. شفت موضوع كورونا؟ كل بيموت. أيوة. كل يوم بيموت قد إيه؟ مثلا في أوروبا وفي أمريكا يقول لك 1000 و2000 بس مفيش فقر بيولوجي. لو احنا كل واحد منه ليه نسخه واحده، يعني المليون كم مليون؟ 2 مليون. جه وباء مثلا زي كورونا ده، جت حرب، نص مليون هيموتوا، يبقى هنلاقي عدد ناس ولا العدد هيقل؟ هيقل. انما النهارده الراجل بيتجوز الست يخلفوا اربعه، مات عيل خلاص في اثنين وفي ثلاثه وفي اربعه. الاثنين والثلاثه واربعه بيتجوزوا ويخلفوا، فاهم ولا عدد بشر؟ ايوه. قول تاني. لا ربنا يكرمك. يا فاهم كده الاستنساخ؟ اه ان شاء الله. ادعي للمخرج هو الاستاذ وائل بقى، قال لي بص لازم تخليها معاك على التليفون، اشرح لها على التليفون. اقول له ما ينفعش، الهوا والعيال الثانيه تقول لك ما خلينا على التليفون. ايوه. احنا في خدمتك في اي وقت، في اي حاجه اتصلي. ربنا يكرمك يا استاذ، بس كنت عايز اعرف المنهج المخصوص بتاع علم النفس. الرابع علم النفس. اه بص يا ستي، شفت باب الثالث علم الاجتماع؟ ايوه. من اول البحث العلمي والعلومه تطرف محذوف. الباب الثالث في علم النفس المقرر عليك الشخصيه هتذاكريها والاتجاهات. ايوه. من اول القيم، من اول القيم لاخر الباب محذوف. ماشي. يلا ربنا يوفقك ان شاء الله. ربنا يكرمك. عايزينك تقفلي. طيب طبعا هنا نكمل بقى. احنا قلنا النهارده نعمل تحري وراثي، يعني تحري يعني نشوف مين الناس اللي عندنا سليم جينيا وغير سليم جينيا. اول حاجه التمييز على اسس جينيه، يعني المصاب بشذوذ جيني همنع ولم يظهر في صوره مرض ما اثرش عليه او خلل وظيفي يمنع عنهم ثلاثه ت: تعليم، تامين صحي، تامين على الحياه. حلو، انت هنا المصاب بشذوذ جيني منعته يتعلم، منعته يبقى ليه تامين صحي، هتشغله؟ لا. يبقى التفرقه في المعامله النقطه الثانيه. نبص كده على الشاشه. بما ان سيادتك ميزت على اسس جينيه، يعني الاشخاص المصابون بشذوذ جيني
منعت عنهم تأمين على الحياة والتعليم مش هتشغلهم، يبقى فرقت في المعاملة. يعني يحرص أصحاب العمل، هتشغل مين؟ عندك اتنين، واحد سليم جينيا، واحد عنده شذوذ جيني. بص بقى، سليم جينيا، واحد عنده شذوذ جيني. اللي عنده شذوذ جيني منعنا عنه التأمين على الصحة والتأمين على الحياة، يبقى يحرص أصحاب العمل على تشغيل الأشخاص السليم الذي تظهر جيناتهم انها سليمة مقاومة للمخاطر، لان ده هيجعل بيئة العمل اكثر امنا، مش محتاج ان هو ليه تأمين صحي وليه تأمين على الحياة. تعالى بقى، منعت هنا في التمييز على الأسس الجينية، منعتهم يتعلموا، منعتهم من التأمين الصحي، منعتهم من التأمين على الحياة، همنعه يشتغل في التفرقة في المعاملة. تعالى بقى كده، سيبك من الشاشة، همنعه يا عم يتجوز ويخلف. ليه يا عم؟ ما هو الجينات، انت خدت في علم النفس في الباب الثاني في النمو في الوراثه، من العوامل المؤثره في النمو الوراثه، تنتقل الصفات الوراثيه من الاباء والاجداد الى الاب. نعم. طب واحد عنده شذوذ جيني، يبقى هتنتقل الجينات لابنه وابن ابنه. معانا، خدنا كفر الشيخ نخش على شرم الشيخ. ازيك يا محمود؟ الله يسلمك. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. قول سؤالك. كنت عاوز اسال سؤال بس في المنطق، يعد العلم استجابه لحاجه البشر. الباب الثالث منطق، الباب يعد العلم استجابه لحاجه البشر. تمام تمام. شفت الباب الثالث منطق؟ ايوه. اول حته في جدول كده اللي هو المقارنه بين العلم من النظره التقليديه والعلم من النظره المعاصره، الحته اللي فوقها بقى الاجابه اللي هو الانسان. تمام. العلم، انا محتاج افهم مين؟ العالم بشكل مختلف عن الفلسفه وعن الدين. لذلك يعد العلم استجابه لحاجه البشر لفهم مين؟ العالم بشكل مختلف عن الفلسفه وعن الدين. العلم النهارده هو صرح شهده العلماء. اولا هذا العلم بيوفر كم هائل من المعرفه. تقدم العلم اللي احنا نعيشه اليوم هو سببه العلم، والعلم يظهر مواهب البشر في كل المجالات. عندك سؤال تاني يا محمود؟ لا شكرا. هو يعني ده معناه اللي هو يحوز العلم قيمه كبرى. الله ينور عليك، انت قلتها احسن مني كمان يا عم محمود. تمام. انت كده محمود تقفل بقى ان شاء الله. ان شاء الله احنا قاعدين معاك اهو، بص بقى، ومراجعات وهوا واتصالات، فاهم، عشان نقفله ان شاء الله. يلا ربنا يوفقك ان شاء الله. طيب اليوجينيا بقى، انت هنا خلي بالك، تحرر وراثي، تمييز على الاسس الجينيه، تحرر وراثي، همسك الناس دي كلها، تحليل جيني، ناس سليمه جينيا وناس غير سليمه جينيا، منعت عنهم تأمين على الحياة وتأمين صحي وتعليم، تفرقة في المعاملة، هشغل السليم جينيا لأن ده أرخص بالنسبة لي، يجعل بيئة العمل أكثر أمنا. اليوجينيا بقى، هشجع الزواج وهقلل الزواج والإنجاب. تشجيع زواج وإنجاب بين من يمتلكون جينات مرغوبة، تقليل زواج وإنجاب بين من يمتلكون جينات غير مرغوبة أو صفات وراثية خطيرة. طب لو واحدة ست حامل كده فلتت مننا، طلعت حامل، اي حامل، لا، ست امرأة حامل بطفل لديه شذوذ جيني، تجبر على الاجهاض. يعني من الاخر اليوجينيا بتيجي بالصورة دي، هي تطبيق ضغوط اجتماعية وسياسية على الانجاب بناء على المعطيات الوراثية، تطبيق ضغط اجتماعي بمنعك او بمنعك تجتمع مع الانسانة اللي انت عايزها، مش عشان اخلاقها، مش عشان الوسط الاجتماعي، لا، بمنعك تجتمع معاها في حياة بناء على المعطيات الوراثية. لا يا ابني، دي عندها جينات غير مرغوبة، نمنعك تتجوز وتخلف. يبقى اليوجينيا هي تطبيق ضغوط اجتماعية أو سياسية على الإنجاب بناء على المعطيات الوراثية. أول حاجة وعكسها، تشجيع زواج وإنجاب، تقليل زواج وإنجاب. تشجيع زواج وإنجاب بين من يمتلكون جينات مرغوبة، تقليل الزواج والإنجاب بين من يمتلكون جينات غير مرغوبة. الحتمية الجينية، هنا بقى واحد مثلا النهاردة حرامي، فبالتالي انه حرامي او انه خاين مثلا، او انه مثلا بتاع ستات بقى وكده، دي صفة اخلاقية، فيمسك بقى في كلام مين؟ الدكتور احمد زويل. هوب، الشخص ده مراته تمسكه قاعد على الواتساب بيكلم واحدة، مين دي زميلتي؟ يب، تمسك الواتساب تلاقي كلام، ايه ده زميلتك ازاي يا عم الحاج؟ يحصل مشكله عادي وغلطه، هوب تمسكه بعد كام يوم، فاهم، على الفيسبوك مع واحده ثانيه، هوب مع واحده ثالثه، يقول لها بقول لك ايه؟ دي حاجه كده في دمي، انا ربنا خلقني كده، مش احمد زويل بيقول ان الجينوم يحدد صفات الاجتماعيه والاخلاقيه، دي الحتميه الجينيه.
لاعتقاد ان الخصائص السلوكية والشخصية تنتج عن بنية جينية. خلقت ربنا بقى، هو ربنا حط فيها الطبع اللي مش كويس ده، اعمل ايه؟ انت هتحاسبوني، انا حاسب ربنا. وبالتالي يبرر العنف والتعصب بسبب جيناته، ونجد طبقة من المنحطين جينيا. طبعا احنا كان في معنا اتصالات، وحاولنا بقدر الامكان ان احنا نشرح اكبر كم ممكن، ولكن احنا بذلك نصل الى ختام حلقة اليوم. واحنا دايما بنختم بحديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. في ظل الازمة والكورونا وكل الكلام ده، اللي يحفظك اولا واخيرا هو ربنا سبحانه وتعالى. اذا سألت فاسأل الله. مدرسين والسناتر اللي وقفت، كل حاجة توقفت، تقطعت بين الاسباب الا شيء واحد، درس من عند ربنا. ربنا ارسلنا الموضوع ده علشان يبقى درس لينا. كل حاجة تقطعت بيك. وهنا اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.